أعزائي مشاهدين قناة رياضة الأحياء، مرحبا بكم هنا من ملاعب الكوتش في بطولة الماستر 12 والتي تأتي برعاية من شركة ناتبت الراعي الذهبي للبطولة. نستضيف في هذه اللحظات مدير التسويق بشركة ناتبت الأستاذ غيث المفتي. مرحبا بك أستاذ غيث. هلا سيدي، وكل عام وأنتم بخير وعلى الحضور وعلى المشاركين في البطولة. أستاذ غيث، كيف رأيت البطولة ونحن الآن في آخر أيام الدور التمهيدي، من ناحية المستوى، من ناحية الحضور، من ناحية الخدمات المقدمة في البطولة؟ والله ما شاء الله، يعني بطولة الماستر معروفة، شو اسمه، كان هذه البطولة 12 ومن أول ما بدأت، وما شاء الله الحضور سواء كان كفرق ولا كجماهير ما شاء الله يعني فوق المستوى، وكل سنة عن سنة بتتطور والبطولة بتصير من أحسن لأحسن، وما شاء الله كمان حتى قناتكم رياضة الأحياء ما شاء الله يعني تغطية إعلامية فوق المستوى، وإن شاء الله عارف إنه يعني البطولة تستمر لحد نهايتها بالشكل هذا، وإن شاء الله تكون ناجحة زي. أستاذ غيث، أولا نشكر لكم المبادرة اللي قدمتوها لأعضاء اللجنة ولأعضاء القناة والفريق، عناصر الفريق، من وجبة سحور، يعني مشكورين على هذا المبادرة. ما رأيك في هذه المبادرة؟ والله يا سيدي، هذه ما تقدر تقول مبادرة، هذا واجب علينا، لأنه يعني أنا في البداية أحب أشكر رئيس الشركة الأستاذ جمال الملايكة، لأنه جاني بيسألني في يوم كده على البطولة، فقلت له والله إن شاء الله عندنا مباراة والساعة تقريبا 1:30 زي كده، فقال لي الوقت متأخر، وكيف اللعيبة، في بعض اللعيبة ساكنين بعيد ما يمكن ما يقدروا يلحقوا ويستعجلوا زي كده، فقال لي لا خلاص، كل الناس اللي موجودة في الملعب من لجنة وفريق وكل أي أحد مسؤول عن البطولة خليه نظم لهم سحور وتسحروا كلنا مع بعض وزي كده، فأنا أحب أشكر على المبادرة هذه. وبعدين هذا زي ما تقول واجب علينا، يعني انتوا بتتعبوا سواء كنتوا قناة إعلامية أو لجنة منظمة أو حتى لعيبة، بتتعبوا في البطولة وبتيجوا بتأدوا واجب وزي كده، فهذا أقل شيء نقدمه ليكم، وهذا ما يعتبر شيء، بس هذا يعني أقل حاجة نقدر نقدم لكم هي. شكرا لك أستاذ غيث على هذه المقابلة، ونتمنى لكم التوفيق في قادم البطولات، وإن شاء الله نشوفكم في قادم الأيام وأنتم على خير إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، وشكرا على الاستضافة هذه.